السبب اللي خلاني ندوز امتحان سبب جد عادي. بغيت نتا نحصل على البكالوريا ديالي، بغيت نكمل قرايتي بحالي كاع التلاميذ. قررت ندوز في هذا الوقت هذا لحقاش ما كانش يسمح لي انني نكمل البكالوريا ديالي العام اللي فات، حيت كنت محوله وما خلاونيش نكمل، قالوا لي ممنوع انك تكملي. دونك غتنط الفرصه دابا، بغيت دابا ندوز البكالوريا وان شاء الله كنتمنى التوفيق. بالنسبه للاستعدادات عادي، كنت كنوجد من الاول العام، كنت ناوية انني نشد البكالوريا ونراجع الدروس ديالي. داكشي علاش غبت فترة طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بقيتش كنبان فيها بزاف، كنت كنوجد الامتحان ديالي. القراية اول حاجة، الفن كيبقى ثاني حاجة، داكشي علاش فضلت انني نكمل البكالوريا ديالي. والفن يعني راه هواية فقط ماشي مهنة. بغيت ندير الاستيا اولا لافاك، على حسب شنو بغيت، على حسب شنو بغيت نرتاح فيها اكثر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.